الرحمن الرحيم، قاهر الجبارين وناصر المستضعفين، القائد في كتابه المبين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا تدوم به النعم وتزول به النقم. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا تدوم به نعمة اصطفائنا لهذا المشروع، وتدوم به نعمة انتمائنا لهذه الدعوة المباركة، وتدوم به نعمة استخدامنا في سبيل دعوة الله عز وجل. نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا مع القوم الظالمين. نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا مع القوم الخاسرين. نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا مع الظالمين الخاسرين، مع المجرمين. نحمد الله عز وجل أن اختارنا لهذا الطريق واختارنا له. نحمد الله عز وجل على أن اختار منا شهيدا، وإن كانت عليه فراقه صعب وطريقة موته صعبة، ولكنه شهيد بعند الله عز وجل. نحمد الله عز وجل أنه لا زال بيننا من يصطفى ليكون شهيدا لله عز وجل ولدعوته. أيها الطلاب، أيها المغاربة، يا أبناء الشعب، يا أبناء أيها المغاربة، يا من لهم أبناء في جامعات ولهم أبناء في المدارس مقبلون على الجامعات. اليوم في المغرب في 2014 ما زال طلبة كيتقتلوا بالصبارات. اليوم في المغرب في 2014 بعد الربيع العربي وبعد الدستور وبعد كل هذا الخرافة كامل، ما زال طلبة كيتقتلوا بالصبارات في الجامعات. لا لسان الانتماء الفكري فقط، ما زال طلبة كيتقتلوا في الجامعات. اليوم في الجامعة المغربية ما زال كيتحمل السلاح، ما زال مجموعة ديال العصابات تحمى اليوم ويحميها من يحميها. إن فقدنا الحسناوي اليوم فأبناء منضرج الطلاب جميعهم مستعدون للموت على هذا الطريق، ولن نحيد عن طريق الحوار، ولن نتبنى طريق العنف. أبناء منضرج الطلاب ومناضلوها ودعاتها مستعدون للموت على هذا الطريق، ومتمسكين بمنهجهم من أجل الحوار، من أجل العلم، من أجل التجديد، من أجل النهضة. أبناء منضمج الطلاب، ونقول لمن يعنيه الأمر، وإن قتلوا واحدا لن يكونوا يوما جزءا من أزمة الجامعة. أبناء منضمج الطلاب ومنضمج الطلاب لن تكون يوما رغم التخسير، رغم الاستفزازات، رغم كل الأمور، لن تكون يوما جزءا من أزمة الجامعة. منضمج الطلاب ترفض العنف، منضمج الطلاب ترفض العنف، منضمج الطلاب لا تجرى للعنف، لا فعل ولا دفع ولا كرد فعل. منضمج الطلاب لا وحي ولا منهج واضح. منضمج الطلاب تعبى ما يقع في الجامعة اليوم. منضمج الطلاب تحمل مكافة المسؤولية. إلى من يدعمون هذه العنيات الفصائل؟ لمن يعطونهم الغطاء السياسي؟ لمن يعطون الغطاء السياسي لهذه الرفقجية القجوجية الكراكلية؟ هذه العصابات، هذه الحشاشة، هاد الناس اللي قلتو في الجامعات بعشر سنوات في الاخر كيتغدو بالبوليس، هاد القتالة، هاد المجرمين اللي كيخدمو بطريقة ممنهجة، هاد الناس اللي كاينين في الأحياء الجامعية وفي الغرف ديالهم معروفة معمرة بالسلاح، هاد الناس اللي كيدخلو الجامعات كل يوم حاملين بالسلاح، هاد الناس اللي كيتبناو العنف ممارسة ممنهجا وتفكيرا وكيعلنوه، لا يخرج ما كيخفيوش هاد الأمر، وكاينة حماية وكيحمل كافة المسؤولية. كيموت أخينا العزيز الأخ الفزازي القيادي في منضمج الطلابي المناضل داخل فرع مكناس، نائب كتمحلي فرع مكناس، نحمل كافة عنيات المسؤولية للأمن. الأمن يتحمل المسؤولية وله مسؤولية أنه يحمي الجامعة من هذا الجرائم والأمور التي تتطور يوما بعد يوم. غير المعقول أن الطلاب والعلماء يجيو الجامعة بهذه الأمور اليوم. طالب يقتل وتهديدات على مستوى العام، مجموعة ديال الاستفزازات، هاد الرفاق هاد يعني هاد كلاب المخزن قبل اسابيع ضربوا طلبة في فاس دار المعراج، ضربوا طلبة عاديين ماشي متامين. هاد القجوجية قبل الفترة ضربوا طالب ديال منضمج الطلابي. هاد الكلاكية اعتدوا على ابناء منضمج الطلابي فرع مراكش، اعتدوا عليهم في مجموعة ديال مقابل في تطوان السنة الفارطة. يعني هاد السلسلة ديال الجرائم وهاد المنهج المدروس وهذا المنهج اليوم واقفين عليه وقيدين عليه. نحمل كافة المسؤولية للأمن وللدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع داخل الجامعة المغربية. نقول أنا منضمج الطلابي وفي رسالتين واضحتين إلى من يهمهم الأمر وهم كثر،
فليسمعوا جيدا وليعوا، مضمة طلابهم واقفة وثابتة على منهجها وسائلة فيه، على منهج التجديد، على منهج بناء طالب رسالي، على تخريج قيادة حقيقية للمجتمع المغربي من داخل الجامعة المغربية رغم كل ما يحاط حولها، بمنهج العلم والتجديد والحوار من أجل النهضة المنشودة. والأمر الثاني، منظمة طلابنا لن تنظر رأي العنف مهما كانت مضايقات ومهما كانت الاستعدادات، وإن قتلتمونا واحدا واحدا ولن نكون يوما جزءا من أثبات الجامعة. هذو أمرين باش يكونوا واضحين، لأنه هناك من يعني يخيل راسه بأن هذا الأمر سيجرنا لأمر ما، لن نجر له. إحنا منهجنا منهج واضح. الأمر الآخر، مقتل الحساوي لن يروح هدرا، دماء الحساوي لن تروح هدرا. دماء الحساوي كانت في سبيل الله وفي سبيل جامعة علم والمعرفة وفي سبيل المغرب الكرامة والحرية. الحساوي شهيد لجميع المغاربة، الحساوي شهيد لجميع طلاب الجامعة المغربية، الطلاب جامعة المغرب اليوم من طنجة إلى قلميم كلهم يوم معنيون بدماء الحساوي. أبناء التلاميذ ثانويات كل اليوم كلهم معنيون بدماء الحساوي. الآباء والأمهات المغاربة اليوم كلهم معنيون بدماء الحساوي، لأن لهم أبناء داخل الجامعات أو مقبلون على الجامعات. الجامعة اليوم رغم ما يحاك حولها لا زال هناك طيار من الشباب الصامد الصادق الواعي اختار منهجا صحيحا لن يحيد عنه رغم الأمور كلها. احنا نقول ان ما يجري في الجامعة اليوم اصبح اليوم ما نتساءل عن الامور التي تقع وعن رغبة في الاصلاح وعن مجموعة ديال الامور. الجامعة اليوم باقي في الجميع اليوم يعترف بوضع التعليم من فساد وكساد، والجامعة وفض الامر قبلان وهذا رفق الشيء هذا القلق ليال كلاب المخزن جزء من سبب اثبات الجامعة واصل الكساد والفساد فيها. نحمد الدولة مسؤوليتها بأن تفضل هذا الفقجية لهذ العصابات ديال الحشاشين وديال المخدرين وديال المعقدين. هاد الناس اللي كيجرو إما كيقتلو الطلبة كيعتدو عليهم نخلفوهم في المنهج، وإما كيقتلو الطلبة بأمرين يعني طالب مخالف لها كيقتلوها معاه ولا كيقتلو الطلبة يعني كيلعبو بالطلبة. هاد الناس قتالة داخل الجامعة المغربية، إما يقتلوا الطلبة اللي حاميهم أفكار معينة أو يعبثون بالطلبة ويخرجونهم لمواجهة الموت كما حصل مع طالب السنة 2008 في مراكش. هذا العنف الجامعي أين تزال؟ إلى أين سيستمر؟ إلى متى رائحة الشهداء مفتوحة؟ نحن أخونا الحساوي رغب الله عنده في أبناء الشهداء، نسأل الله عز وجل أن يشافينا أخوينا الآخرين الأخ العلالي وأخي ذلك بعد أخ إخوين الأخ العلالي من فرع فاس والأخ من فرع مكناس، لذان لا زال في حالة غير مستقرة.